والسماء وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريح فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار لكن راستے سے نہیں بنا اس راستے فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات میرا سے ہمارے کلی بہت حال کو منور معطر فرما رہے تھے. الحمدللہ آیت مہینہ سے آج کی اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا قاری ہو کہ وہ تیری زبان لگتا ہے.